دلوقتي تعالوا نروح مرة تانية لزميلتنا دينا شرف عشان نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. دينا. فعلا يا مصطفى، دلوقتي جه ميعادنا علشان نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي وسعر البيع 19 جنيه 44 قرش والشراء 19 جنيه 37 قرش، اليورو 19 جنيه 48 قرش للبيع و19 جنيه و40 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 22 جنيه 20 قرش للبيع 22 جنيه 10 قروش للشراء، الفرنك السويسري 20 جنيه و16 قرش للبيع و20 جنيه و7 قروش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه 78 قرش للبيع 2 جنيه 77 قرش للشراء، ريال سعودي 5 جنيه و17 قرش للبيع و5 جنيه و15 قرش للشراء، الدينار الكويتي 62 جنيه 94 قرش للبيع 62 جنيه 67 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه و29 قرش للبيع و5 جنيه 27 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده، عيار 18 سجل 956 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1115 جنيه، عيار 24 سجل 1274 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب وصل الى 8920 جنيه. حاولنا نعرف حضراتكم على اسعار صرف العملات وكمان اسعار الذهب النهارده. هرجع مره تانية لمصطفى بسنت عشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا.